بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم راح أخذ مثال عن تصميم البلايت جيردر. فعندنا simply supported plate girder has a span of 12 meter and carries two concentrated factor loads of 1110 kN. يعني هذا الرقم يمثل الفاكتور لودز، يعني بعد ما نضربه بأي سيفتي فاكتور، لأنه هو هذا اللود المعامل بالسيفتي فاكتور، فهذا النهائي. إضافة إلى اللود المركز، مسلط distributed load of 44 kN per meter. وهنا عندنا السيلف ويت از انكلودد، بمعنى انه قيمه السيلف ويت هي ضمن هاي ال 44، يعني بعد ما نضيف السيلف ويت. The compression flange is fully restrained laterally. و المطلوب design the girder using a grade 275S steel. التصميم لهذا الجيردر راح يضمن الحسابات الخاصة بالمومنت كاباسيتي، الحسابات الخاصة بالويب ديزاين، وكذلك حسابات الستيفنرز بنوعيها، الانترميديت ستيفنرز واللود كارينج ستيفنرز. يعني كل الأشياء اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة راح نتطرق إلى كيفية التعامل وياها. طبعا بالأسئلة الخاصة بالامتحان واحد ينتبه للأشياء المطلوبة، يعني مثل ما قلنا احنا الآن راح نتعامل ويا جميع المتطلبات، واللي هي في الحقيقة يعني الحل راح يكون طويل. فننتبه بالامتحان إلى الأشياء المطلوبة، وعلى ضوء الأشياء المطلوبة يتم الحل. فالآن نجي للبلايت جيردر، هذا السبان مالته 12 متر، عندنا تو كونستريتد لودز اللي هي فاكتور لود، هنا واحد وهنا آخر، وعندنا الديستريبيوتد لود اللي هو 44 كيلونيوتن بير متر. احنا نحتاج الى قيمة الماكسيمم بيندنج مومنت اللي راح يتولد ضمن هاي العتبة. طبعا من التحميل الخاص بهذه العتبة ومواقع تسليط الحمل، هنا ممكن ان نستنتج بانه الشير فورس في النقطة E مساوي الى الصفر، وكذلك الماكسيمم بيندنج مومنت ايضا راح يصير في هذه النقطة، يعني الماكسيمم بيندنج مومنت راح يصير بالنقطة E. فالشير فورس at E is zero، واذا نحسب العزم في نقطة E بالطريقة الاعتيادية، يعني اول مرة نوجد الرياكشنز وبعدين نوجد البيندنج مومنت في نقطة E، راح نشوفها مساوي الى 5232 كيلو نيوتن متر. المومنت آت سي، نحن في الحقيقة ما نحتاج إلى العزم في نقطة سي لأنه هو ليس الماكسيموم، لكن إذا نحسبه راح نشوفه 5144 كيلو نيوتن متر. هذا يمثل أن المومنت آت سي وهو أقل من المومنت آت إي، فالقيمة اللي نعتمدها هي المومنت آت إي. الآن نجي إلى الحسابات الخاصة بالtotal depth أو overall depth of the girder. إحنا شفنا بالمحاضرة بأنه total depth قيمته تتراوح من الاسبان إلى 10 إلى الاسبان على 12. فإذا نأخذ هذا المحدد اللي هو التوتال ديبث يساوي الاسبان تقسيم 10،
عندنا السبان 12 متر يعني 12000 ملي متر تقسيم 10200 ملي متر، هذا يمثل لنا التوتال ديبث للجردر اللي راح نعتمده. الان بالنسبه للفلانج هنا نحتاج ان نجري فرضيه، واحنا مثل ما تعلمنا سابقا اي فرضيه يجب ان تدقق لاحقا. فالفرضيه اللي راح نسويها هي انه نفرض الفلانج ثيكنس مور ذان 40 مليمتر، طبعا مور ذان 40 لغايه ال 63 مليمتر. اذا نرجع الى تيبل 9 راح نشوف ال بي واي اللي قيمتها 255 هي للثيكنس من 40 مليمتر لغايه ال 63 مليمتر. فخلينا نفترض بانه الفلانج ثيكنس هو ضمن هذا الرينج اكبر من 40 لغايه ال 63 مليمتر. فهاي اول فرضيه وقلنا بعدين احنا ندققها. هسه بعد فرضيه الفلانج ثيكنس كذلك نحتاج ان نجري فرضيه الى الليفر ار للكابل اللي ينطينا العزم اللي هو في الحقيقه يمثل بي سمول لتر زائد تي يعني الويب ديبث زائدا ثيكنس اوف فلانج. طبعا هذا المقدار البي زائد تي هو بنفس الوقت يساوي البي كابيتال ناقص تي كابيتال. البي كابيتال هو الاوفر اول ديبث والتي كابيتال هي الفلانج ثيكنس. فالان احنا لاحظنا بانه فرضيه الثيكنس هي من 40 الى 63 ملي متر بحيث البي واي هي 255. هنا من اجل تقدير الليفر ار نجي، وحتى لا يصير عندنا بعدين مشكله في تدقيق الليفر ار، نختار القيمه الاعلى ضمن هذا الرينج، يعني القيمه الاعلى من 60 الى عفوا من 40 الى 63. يعني المفروض ناخذ 63 بس احنا راح نختار اكبر رقم صحيح قريب ل 63 اللي هو 60. فاذا نقول الليفر ارم يساوي الاوفر اول ديبث اللي هو 1200 ناقص الفلانج ثيكنس اللي هو 60، فراح يصير الليفر ارم هو 1140. وبعدين احنا راح ندقق هذا الرقم. فاذا الان فرضنا الليفر ار يساوي 1140. الان نجي الى معادلة المومنت كاباسيتي. احنا عندنا المومنت كاباسيتي يساوي الـ AF اللي هي الـ Area of Flange في PY اللي بالوقت الحاضر عندنا اياها 255 مضروبة في الـ B زائد T اللي فرضناها 1140. فمن هالمعادلة نقدر نوجد قيمة الـ AF اللي هي الـ Area of Flange هي العزم، يعني هذا العزم المسلط 5232 اكبر عزم مسلط، نحوله الى نيوتن مليمتر نضرب في 10^6 تقسيم الدي زائد تي اللي هي 1140 في البي واي 255، فنحصل على قيمه الاي اف يساوي 17998 مليمتر مربع. الآن هاي المساحة راح تقودنا إلى فرض الفلانج دايمنشن، راح نفرضها 450 في 45. هاي ال 450 هي في الحقيقة تقريبا ثلث التوتال ديبث، تقريبا ثلث وليس بالضبط، تقريبا التوتال ديبث في 45 اللي هي ضمن الرينج اللي فرضناه. احنا قلنا من 40 الى 63 المجال الفرض عندنا حتى يكون البي واي 255، ونشوف ايش قد تنطي لنا اريا. اذا هاي الابعاد راح تنطي لنا اريا 20
1250 مليمتر مربع اللي هي اكبر من هاي القيمه المطلوبه، فما دام اكبر معناها هاي الابعاد اوكي. هاي بالنسبه للابعاد، لازم الان شنو ندقق؟ ندقق الليفر ار. الليفر ار احنا فرضناه 1140، فهسه عندنا التوتال ديبث 1200 ناقص التي فلانج اللي هي 45 راح يطلع 1155، يعني الليفر ارم الحقيقي 1155 اللي هو اكبر من هاي القيمه. ما دام اكبر يعني الحقيقي اكبر من المفترض، فاذا اوكي ما عندنا مشكله بالليفر ارم. فاذا الان الثيكنس اللي فرضناه اللي هو بين ال 40 وال 63 طلع اوكي ضمن الفرضيه، والليفر ارم الحقيقي ايضا اكبر من المفترض، وبالتالي نقدر نقول ابعاد الفلانج دقيقه ما بيها مشكله. فاذا ناخذ الان هاي الابعاد ونخليها على المقطع الخاص بالبليت جيردر، فراح يكون عندنا البليت جيردر بهذا الشكل. عندنا هذا ارض الفلانج 450 وثيكنس اوف فلانج 45، هنا نفس الشيء. فعندنا التوتال ديبث هذه بالبدايه حسبناها 1200 ناقص 45 ناقص 45 يصير الديبث مالت الويب 1110 ملم. هنا ايضا راح نفرض، ما دام احنا بالسكشن راح نفرض انه الثيكنس اوف ذا ويب يساوي 10 ملم، وهذه طبعا الفرضيه ايضا راح ندققها. بهذا المقطع نحتاج الى الاوت ستاند اللي هو المسافه من هاي النقطه من وجه الويب لهذه الحافه من الفلانج، هاي اذا نحسبها راح تكون ب تساوي 220 اللي نسميها الاوت ستاند او الفلانج بروجكشن ب 220 ملم. احنا حتى ندقق السكشن كلاسيفيكيشن نحتاج الى النسبه ب الى تي كابيتال اللي هي 220 تقسيم 45 راح يكون 4.89. هاي حتى نعرف السكشن كلاس لازم نرجع الى تيبل 11 ونشوف الحد الخاص بالنسبه للبي اوفر تي، بس هنا لازم نروح الى الويلدد سكشن مو الرول سكشن مثل ما كنا ناخذ سابقا بالنسبه للمقاطع الرول سكشن، وانما هنا عندنا ويلدد سكشن، فنروح الى الحد الخاص بالبلاستيك راح يكون اذا اقل من 8 ابسلون معناتها الفلانج از بلاستيك. فاذا نحسب هذا المقدار 8 ابسلون احنا عندنا 8 في ال 275 على البي واي الخاصه بالفلانج 255 تحت الجذر، فراح يكون 8.31. فاذا فعلا البي اوفر تي الفعليه 4.8 هي اقل من ال 8.3، فاذا نقول the flans are plastic. بعدين حددنا الدايمنشنز الخاصه بالفلانج والويب، الان نجي الى الديزاين اوف ذا ويب. طبعا احنا فرضناها سابقا الـ thickness of the web 10 mm، وقلنا هذه الفرضية يجب أن تدقق. فنجي بالنسبة لتدقيق الـ web اللي هي في الحقيقة راح تمثل تدقيق الـ thickness of the web، فأول مرة نجي إلى متطلبات الـ minimum thickness of the web. لحساب الـ minimum thickness of the web نحتاج إلى المسافة A اللي هي الستيفنر سبيس. فالان نجي الى هذا جزء من
جزء من الجيربر، هذا يمثل الجزء الأول وهذا الجزء الآخر، وبعدين يستمر الجيربر. فإحنا عندنا الجيربر مقسم إلى ثلاث مناطق، أربعة بأربعة متر بأربعة متر، بحيث التوتال يصير 12 متر. إحنا عندنا بهذا الجزء والجزء المناظر إلى من الجانب اليمين، الشير فورس أعلى من الجزء الوسطي. وما دام الشير فورس بهذه المنطقة أكبر من المنطقة الموجودة بالمنتصف، معناها هنا نحتاج إلى سبيسنج للاستيفنرز أقل من الاستيفنرز سبيسنج للمنطقة الوسطية. طبعا هو ممكن واحد يستخدم نفس السبيسنج للثلاث مناطق، بس يعني احنا خلي هسه ناخذ هاي الحالة انه نستخدم للجانب الايسر والايمن سبيسنج معينة، وبالنسبة للجزء الوسطي نستخدم سبيسنج اخرى. ومثل ما قلت ممكن استخدام نفس السبيسنج على طول الجيربر. فهنا بالنسبة لهذا الجزء الايسر اللي الطول مالته 4 امتار، راح نقسمها الى اربع خانات، بحيث نستخدم 3 ستيفنرز. هاي اللي واضحة، هذه تعتبر انترميديت ستيفنرز، هذا هي انترميديت ستيفنرز. الستيفنر الموجود هنا هو لود كارينج ستيفنر، وهذا الستيفنر الموجود هنا هو ايضا لود كارينج ستيفنر. طبعا الان يعني اللي مبين بالشكل هذا الثيكنس اوف ذا ستيفنر، الارض مال الستيفنر هذا اما ان يفرض او ان يعطى بالمساله، بس طول الستيفنر هو في الحقيقه بقدر الديبث اوف ذا ويب. فاذا الثيكنس هذا يظهر عندنا هنا الارض اللي راح يكون عمودي على مستوى الورقه، راح اما يعطى بالمساله او ان يفرغ. وطبعا هذا الاستفنار اللي احنا جايين نشوفه اكو واحد خلفه بالضبط على الجانب الثاني من الويب. فاذا بهذا الموقع اكو تو استفنارز، هذا اللي جايين نشوفه وواحد بظهره على الجانب الاخر من الويب مماثل إله. فإذا هنا راح نستخدم خلينا نقول السبيسنج 1 متر بهاي المنطقة الوسطى، راح نقسمها إلى هي 4 أمتار، راح نقسمها إلى 3 خانات، وبالتالي المسافة بين ستيفنر وستيفنر راح تصير 1333 مليمتر. الديزاين سترينث اوف ذا ويب البي واي، لانه الثيكنس مال كل ويب 10 ملم، فالبي واي مالته راح يكون 275 بموجب التيبل رقم 9. اذا هسه حددنا الاستيفنر سبيسنج، الان نجي الى متطلبات المينيمم. اول شيء عندنا المتطلب الأول هو for serviceability، هنا عندنا قيمة الـ A أكبر من الـ D. هذا بالنسبة للمنطقة الوسطى الـ A هي 1333 1333، هاي قيمة الـ A بالمنطقة الوسطى لأنه أكبر منها. والـ الـ D عندنا 1110، بمعنى انه الـ A اكبر من الـ D. فنروح لهذه الحالة بالمحاضرة السابقة اخذناها، اذا كانت الـ A more than D اللي هي راح تقع بالـ part CD of the girder، الـ minimum thickness راح يكون هذا مقداره الـ D تقسيم 250، راح يكون 4.4 ملم، هذا الـ minimum. احنا عندنا 10، فإذا الموجود أكبر من المينيمم، فإذا هذا أول شرط اتحقق عندنا. بعدين عندنا المينيمم ثيكنس،
to prevent the flange buckling into the web. لهذه الحالة عندنا قيمة الـ A هي أقل من 1.5 دي. نروح للمعادلة الخاصة لهذه الحالة. فالمعادلة الخاصة لهذه الحالة تقول بأنه T minimum هي D على 250 مضروبة في PYF على 455 تحت الجذر. إذا نحسب هذا المقدار راح نشوفه يساوي 3.3 ملم. كذلك اللي موجود عندنا 10 وهذا 3.3، فإذا ما عندنا مشكلة لهذا التحديد أيضا. بعد تدقيق المينيمم الآن نجي إلى الشير باكلينج ريزيستنس. احنا قلنا راح نستخدم 10 ملم او نفرض بانه الويب ثيكنس هو 10 ملم ونشوف هتكفي ما تكفي. هسه بالنسبة للمينيمم غطت، خلي نشوف هنا اللي هذه الحالة اللي هي شير باكلينج ريزيستنس، ونحتاج ان نشوف ايش قد قيمة الماكسيمم شير فورس اللي تتولد عندنا بالجيردر. طبعا قيمة الماكسيمم شير فورس اللي تتولد بالجيردر هي تساوي قيمة رد الفعل. رد الفعل اذا نحسبه من الاحمال المسلطة راح يمثل لنا قيمة الفاكتور ابلايد شير، واللي راح نرمز له اف في، واذا نحسبه نشوفه يساوي 1374 كيلو نيوتن. هذه القيمة تمثل أكبر قوة قص مسلطة على الجيردر نتيجة الأحمال المسلطة. حتى نوجد الشير باكلينج ريزيستنس أو الشير باكلينج سترينث نحتاج إلى قيمة الدي على التي. احنا عندنا الدي اللي هي الدبث اوف ذا ويب 1110 تقسيم الثيكنس اوف ذا ويب 10، فراح يكون 111 ملم. كذلك نحتاج الى النسبه A اوفر D اللي هي ستيفنر سبيسنج تقسيم الويب ديب. احنا عندنا الماكسيموم شير وين يصير؟ بالبانل واحد، يعني البانل الاولى والبانل الثالثه اللي هي واقعه على اليمين، بمعنى انه الاي راح ناخذها الخاصه بالجزء الاول اللي يقع ضمنه الماكسيموم شير. فالاي هي الف تقسيم البي 1110 ويساوي 0.9. فإذا الآن حسبنا الـ D over T 111 والـ A over D 0.9. الآن نروح إلى الـ Table 21 وندخل بهاي القيم، ندخل بهاي القيم. طبعا إذا ما تجي بالضبط نسوي Interpolation، فراح نحصل على قيمة الـ Shear Buckling Strength مساوية إلى 143 نيوتن بير مليمتر سكوير. من هاي القيمة وأبعاد الويب نحسب الشير باكلينج ريزيستنس. في بي راح نرمز له في بي يساوي دي تي كيو دبليو. إذا نعوض نحصل على 1587 كيلو نيوتن. هاي القيمة ما يتحملها الويب واللي يجب أن تكون أكبر من قوة القص المسلطة اللي هي الـ FV، وفعلا هاي القيمة أكبر من الـ FV، فإذا أوكي. فإذا هذا التدقيق الثالث للـ Thickness هم طلع أوكي. الآن نجي للتدقيق الرابع اللي هو الـ Shear Capacity الاعتيادية اللي أخذناها بالفصل الأول، اللي هي الـ PV يساوي 0.6 PYDT. فنجي هنا نعوض الـ 0.6 في 275 في 1110 في 10 في 10 ناقص 3
بس هناك لاحظ استخدمنا دي سمول لتر في حساب البي في، لانه هاي حسب الكلوز 423 الخاصة بالوردد اي سكشن تحسب قيمة البي في لاستخدام هاي المعادلة. وهنا ايضا نلاحظ بانه البي في اللي هي شير كاباسيتي اكبر من قيمة قوة القص المسلطة، فاذا نقول عنها اوكي. فالان اذا لحساب لتدقيق الويب ثيكنس عندنا اربع شغلات لازم ندققها، شغلتين تخص المينيموم اللي هي فور سيرفيسبيلتي وتو افويد باتلنج انتو ذا ويب 2 بالمينيموم، واحده للشير باتلنج وواحده للشير كاباسيتي. اربع تدقيقات يجب ان تتم على قيمه الويب ثيكنس، ولاحظنا بانه جميع هاي الشروط والمحددات قد تحققت، بمعنى انه فرضية التي سمول لتر اللي هي الويب ثيكنس 10 ملم هي كافية لهذه الرافدة او الجادة. الان نجي الى الانترميديت ستيفنرز. فهنا بالنسبة للانترميديت ستيفنرز قلنا اما ان تعطى بالمسألة، واذا ما اعطيت بالمسألة يعني احنا لازم نفرضها. فهنا بالنسبة للانترميديت ستيفنرز راح نفترض، وطبعا هاي الفرضية قلنا لازم تدقق، تو نمبرز 60 في 80 مليمتر مربع. ال 60 يمثل الأرض و 8 يمثل الثيكنس للستيفنرز، أما طول الستيفنرز فهو بقدر عمق الويب. يعني إذا نرجع للشكل، هذا الشكل، هذا اللي هن الانترميديت ستيفنرز وهذا وجماعته، عدا هذا من الموجودات يم السبورت واندر ذا لود، هذا اللي غير نوع لود كارينج ستيفنرز. فبالنسبه لهذا اللي قلنا راح نستخدم تو نمبرز 60 في 8. 60 هو البعد اللي ما مبين العمودي على مستوى الورقة، ال 8 ملم هو ثيكنس هذا واضح، وطول الستيفنرز هو بقدر عمق الويب. فإذا بهذا المكان اثنين اكو، واحد وين يشوفه والثاني صاير خلفه، فيعني اثنين هنا اثنين هنا اثنين هنا وهكذا لبقية المناطق. فإذا 2 numbers 60 في 8 ملم تربيع، الثيكنس ما دام 8 ملم معناها الـ PY بموجب الجدول 9 هو 275، هاي الـ PY الخاصة بالاستثناء. إذا نحسب الابسلون اللي هي 250 على PY 275 على PY تحت الجدول، الابسلون راح يصير 1. من تدقيقات الانترميديت ستيفنرز هي الاوت ستاند. الاوت ستاند يمثل ارض الاستثمار اللي هو 60 ملم، هذا يجب ان يكون اقل من 13 ابسلون في تي سب اس. التي سب اس هو ثيكنس الاستثمار اللي مقداره 8 ملم، ف 13 في ابسلون 1 T sub S يساوي 8 104، فإذا اللي موجود 60 هو أقل من الحد الأقصى للأوتستان اللي هو 104، فما عندنا مشكلة بالأوتستان. الآن نجي للمينيموم استفنس، المينيموم استفنس للاستفنر. هنا نجي نوجد
second moment of area. احنا قلنا بكل مكان عندنا two stiffener out of 60 و thickness of the web 10 فاثنين في 60 يصير 120 زائد 10 130 يعني هذا البعد خلينا نقول اللي يمثل يمثل الاتجاه العمودي على مستوى الورقة وعندنا الثيكنس هو 8 ف8 في 130 تكعيب تقسيم 12 هاي راح يصير عندنا الـ moment of inertia أو second moment of area about the center of the web يعني نضاوع احنا للستيفنرز من الأعلى فراح يظهر العرض واضح إذا ضاوعنا للستيفنرز من الأعلى راح يصير البعد 60 واضح عندنا ف60 وبصفها راح تكون الويب 10 وبصفها راح تكون العرض الثاني للستيفنر اللي بالجانب الآخر فراح يصير التوتال 130 فيصير 8 في 130 تكعيب تقسيم 12 هاي إذا نحسبها تطلع 1.4 في 10 و 6 مليمتر اس 4 هذا هو second moment of area الفعلي هذا المقدار لازم نقارنه ويا المينيمم المينيمم ويب ستيفنس اذا كانت ال A over D less than جذر 2 هو 1.5 في D على A تربيع في D T تكعيب فاذا لهذه الحالة يجب ان لا تكون قيمة ال IS اقل من هذا المقدار اذا نحسب هذا المقدار راح نشوفه 2.05 في 10^6 ملم اس 4 فاذا هذا الحد الادنى صار عندنا اكبر من الفعلي بمعنى انه نوت اوكي ويعني ال 60 في 8 بالنسبه للاستفنر البعد غير كافي لازم نكبره فراح نستخدم تو ستيفنرز بس هالمره ما كان ال 60 في 8 راح نستخدم 70 في 8 لحساب ال IS عندنا ال 8 اللي هي الثيكنس مضروب في العرض الكلي عندنا 70 و70 من الجانب الاخر 140 و10 الويب يصير 150 تكعيب تقسيم 12 2.25 في 10^6 فاذا الان هذه هي الفعليه بعد ان غيرنا من ابعاد الاستفنرز اللي هي اكبر من الحد الادنى اللي هو 2.05 فاذا الان الاستفنرز الخاصه بالاستفنرز is okay احنا كافي اليوم لهذا الحد لانه هذه بها هواي تفاصيل تاخذ وقت كبير فخلي هذا الجزء الى المحاضرة القادمة.